الذين يريدون المجد هم الذين يعطبون بطونهم، لا يتفاخرون بالمال ولا بالمتاجر ولا بالوكالات ولا بالسمسرة أمام الوزارات. الذي يريد المجد وأن يمشوا هاماتهم مرفوعة، لا يتحولوا إلى سماسرة، يبحثون عن مصالح وأموال. كثير من من بحثون عن المال وكسبوا وغنيوا قناعة فادحا تركوا هذا المال ولقي ربه، وأربع مذارع بزة أبيض وهو في القبر لن يأخذ معه شيء، لكن إذا رصيده نظيف يظل سمعته نظيفة، تاريخه، مجده، عفته، نضاله، ولاءه، حب لهذا الوطن. غير عميل لأي قوة أخرى، ما يستلم من أي جانب، يستلم من الوطن، يحب للوطن، يموت من أجل الوطن. الوطن مش سلعة بيع وشراء. ناس يملكون ناس لا يملكون، لكن أنتم سؤال مثل الحجيج في عرفات لا يفرق لا بين غني ولا بين ملك، ما حد أجا إلى عرفات بالتاج المذهب والسيارات الفخمة والوكالات والأرصطة في البنوك، جاء بمفرده لابس لباس أبيض يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وفي نهاية المطاف يلقى ربه لوحده، لا يلقى ربه بماله. لكن مالك ماذا حققت لوطنك؟ ماذا عملت لهذا الوطن؟ ماذا قدمت من خدمة لهذا الوطن؟ خزعبلات وكذب يجمعون المال وكذا من أجل تكلم من أجل الأولاد، يعني الأولاد عيراسلك يوم إلى قبرك نشكرك أيها الوالد على ما قدمت لنا من أراضي ومن ممتلكات ومن متاجر، ولا حد بيشوفك ما يشوف إلا عملك، عملك مع ربك وعملك مع وطنك.